انطلقت اليوم فعالية الملتقى العربي الأوروبي الثاني للشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية، وذلك بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار معالي الشيخ حمي بنت محمد الخليفة وعدد من المسؤولين والمهتمين. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نتاجات العقول العربية الشابة وتقريبها من النتاجات الدولية، وذلك من خلال طرح مختلف وجهات النظر والنقاشات الجادة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ضمن باقة الأنشطة التي تقدمها هيئة البحرين للثقافة والآثار والمتفرعة من مشروع نقل المعارف الذي أطلق قبل عامين، دشنت اليوم فعاليات الملتقى العربي الأوروبي للشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية. تشرف هيئة الثقافة والآثار بتبني ونشر مشروع نقل المعارف، المشروع الذي ينقل المعرفة، المعرفة التي تبقى معنا ولا تفارغنا. هذا الزاد من الكتب التي تترجم إلى اللغة العربية والتي ستتحول إلى موسوعة فكرية، نفخر بأنها صدرت من البحرين، ونفخر بأن تستضيف هذه المملكة المجموعة الرائعة القادمة إلينا بأحلامها بمجموعة من الشباب. دائما نحن على وفاق أو على تواصل مع الشباب، ولدينا هنا في وزارة الثقافة أو هيئة الثقافة مجموعة من الشباب الذين سيعملون معكم على الدوام، وستكتشفون أن هذا الجانب المعرفي يسانده بعد إنساني، ستنشأ بينكم علاقات ودية. وتكمن أهمية المؤتمر في احتضانه للنتاجات العربية الشابة، إذ يناقش مشاريع بحوث أكاديمية ويساهم في التقارب الحضاري والثقافي بين الشرق الأوسط والغرب، لا سيما في مجالات العلوم الإنسانية. أنا أشارك بعرض لبحث قمت عليه لنيل رسالة الماجستير. البحث يأخذ الإشكالية حول موضوع المقاومة البصرية في 4 مدن فلسطينية، وكل ما يتم عرضه بشكل بصري من صور شهداء، ميادين عامة، كتابات لها علاقة بالتراث والفلكلور، ودلالاته التي تتعلق بالمقاومة. مشاركة بورقة عمل، بورقة علمية بعنوان المعوقات التي تواجه باحثي العلوم الاجتماعية الحاصلين على الماجستير في جامعة السلطان قابوس. ماذا يحدث بعد 20 سنة؟ ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى يوم الأحد المقبل نخبة من الباحثين من عدة دول، بينها المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين وقطر وعمان وفرنسا وإيطاليا والكاميرون والسنغال. أمل المرزوق، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخ حمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. بداية مساء الخير وبعد التحية معاليكم، ما أهمية أن يكون هناك مثل هذه الملتقيات على صعيد الشباب على وجه التحديد؟ مساء الخير. هذا اللقاء هو الثاني في مملكة البحرين والذي نستضيفه تحت مشروع نقل المعارف. هذا المشروع الذي ينقل أهم ما أنتجه الفكر الإنساني في 50 سنة الماضية. نعد 50 كتابا ليس لترجمة مباشرة أو لقصص، وإنما لأهم ما يغير في الفكر الإنساني ويحرض على التفكير وأعمال العقل في ما يدور حولنا. هذه المجموعة من كتب موسوعة عددها 50 كتابا سوف تكون مرجعا هاما يحمل اسم البحرين واسم هذا المشروع نقل المعارف. نعم. ولابد أن نوجه خالص الشكر إلى الدكتور الطاهر لبيب على هذا العمل الجبار وعلى هذه المشاركة. شباب من مختلف أنحاء العالم يجتمعون هنا في البحرين لمناقشة رسائل الدكتورة والاستماع إليهم والتعلم منهم واكتشاف البحرين بما لديها من حضارة وتراث نعتز به ونروج له، هو نعم. القصد الأول من هذه المؤتمرات وهذا الإنتاج الذي يحمل اسم البحرين. نعم، في هذا الإطار معاليكم نتحدث عن يوم غد. معاليكم غدا سيكون يوم السياحة العالمي، وسيكون لديكم عدد من الفعاليات بهذه المناسبة. هل لك أن تطلعين على أهم ما سيتم في يوم غد؟ يوم السياحة العالمي نحتفل به على الدوام. هذا العام أطلقت المنظمة العالمية للسياحة عنواناً أو تيمة لهذا العام وهو سياحة الجميل.
القصد منها فتح الأماكن التي تستقطب السياحة وتوفير التسهيلات. لذلك بهذا اليوم بالتحديد غدا تفتتح أبواب متحف البحرين الوطني إلى جانب متحف القلعة لتستقبل العديد من الجمعيات، ونركز في هذا العام لأنها للجميع، والقصد منها ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ومن لديهم مشاكل ربما لا يستطيعون معها الوصول للمناطق، تسهيل الأمور تحت عنوان السياحة للجميع. وأشكر بهذه المناسبة جميع من ساهم لإنجاح هذه المناسبة بتقديم الهدايا، بتقديم المأكولات أو ما يتطلبه يوم مفتوح كهذا. نستضيف فيه ضيوفنا من مملكة الخارج. السياحة للجميع هو عنوان هذا اليوم، ونحن نطبق ما تنادي به الأمم المتحدة في شعارها لهذا اليوم العالمي للسياحة. وكما نعلم أن الثقافة هي الرافد الأكبر للسياحة، والبحرين زاخرة بالمتاحف وبالمواقع وما يؤهلها لتكون مصدر جذب لسياحة ثقافية. نعم نعم، كل التوفيق معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وشكرا جزيلا لك.